نجاحات في تاريخ السينما العالمية سواء لدى النقاد أو لدى الجمهور. أنا 18 سنة وأنا حاضرة مع المهرجان من أول دورة في 2001، يعني ماشي شي حاجة جديدة بالنسبة لي. أنا رانا بنت المهرجان وكبرت معاه، وخلال المهرجان الحمد لله وصلت 11 فيلم مغربي. يعني دخلوا لا فيلموغرافي ديالتي وغتشوفوا ابتداء من أول فيلم في 2001 اللي هو لحظة الظلام، إلى آخر فيلم اللي هو دوليت الهورور موفي مع جيروم كوهين. On passe en par Ekchimker, on passe en par les Casablancaises, on passe en par beaucoup. لأنه الحمد لله يمكن هذا كتقولوا من نور الوجه ومن نور القلب هو اللي كيستعي يمكن على الاكستيريور. أنا ديك المرة كيقول لي بغينا نديروا الانترفيو معكم ولكن شفتهم هما تيقولوا لي سربي سربي خاصك دوزي دابا، أنا كنبغي نتاجر معاكم تاع نموت عليكم. جو سوي كوم سا، جو سوي كوم سا. شوفي أنا معروفة عليا ما كنبغي ما نشرب ولكن كنموت على الضحك. البارح ما شفتونيش حيت كنت مخيمة في جامع الفنا كنضرب راداتاي والبيصارة بكل صراحة. والله القاسم كنت بوصل المحكمة علاش ما شفناكش في طابي روج ما جيتش. ما جيتيش علاش؟ جو سوي سبونتاني اي سامبل.